واش الدراري جاكم فيديو جديد فيديو سبيسيال اللي كنتي اول مره تشوفوا الشين ما تنساش تضرب معاك واحد لايك سبسكرايب شو ما ترمو تشوفوا فينا به ونبداو في الشرح ديالنا. سو دريك ما تشوفوا الويب سايت ديال تي ار اكس اللي ديجا شرحناه في الشانل الاولى ديالنا غنعاودو نشرحوه في الشانل الثانيه. كيف ما تشوفوا هنا عطيكم فين دير النمره ديالك، هنا الباسورد تعاود تكونفيرم الباسورد، وعطيك هنا باش تزيد الباسورد ديال فاش بغيتو تراو اللعيبات نص البلانك تعاود تكونفيرمي هنا. هذا كود ديال لافيتاسيون كيطلع اوتوماتيك اي فوا تدخل من ريفيرال ديال شي واحد. سوا تلقاو الدراري اللي في الديسكريبسيون راه باش تسجلوا ولا شي حاجه. هما الدراري هذه ماشي نصيحه استثماريه، سوا ما انفيستي اقرا البروجي مزيان ولا اترك فاهم وتحمل مسؤوليه. هلا جات دخل التليجرام ديالك وفي هاد البلاصه جات دخل هاد الكابتشا اللي ديجا عاطينك. سوا الدراري نحاول ندخلو النمره ديالنا وهنا الباسورد ندخلو 4 مرات وهنا عطينا ندخلو لهم التليجرام ديالنا. ماشي صراحة ضروري هادي ديال التليجرام سو ما غنحتاجوهاش. هنا نديرو لهم الكابتشا اللي ديجا مطلعين لهنايا كا في بير ديتي. هكذا ولا عندنا اكونت دريك كما تشوفوا معنا. اول ما تدخل تعطوك 1000 USDT ونشوفو شحال من تي ار اكس، 10000 تي ار اكس. هما الدراري هاد العدد راه تيكون ملوكي. سو هاد الويب سايت انا راه تقريبا دابا شهرين وانا خدام عليه، الصراحه ما لقيتش فيه المشكل وتنوي ضربو من تي يو اس دي تي الى انفيتيت بنادم بالريفيرال ديالي. ملي نكمل نوريكم في الاخر ديال الفيديو الكونت ديالي الثاني. المهم الدراري انا غاديكم نديبوزيو هنا ملي تشوي دراويو هنا الا بغيتي تشري اللينك ديالك مع صحابك. وهنا الدراري البلان ديال التيم اللي قلت لكم اللي كتقدر تربح منه. سو ملي كتش انفيتي صاحبك هكذا صاحبك تيكون ليفل واحد، الا داك صاحبك عاود انفيتي واحد اخر تولي ليفل جوج ويا غادا نفس البلان مع الثلاجة واللعيبات. هنا الا بغيتي تطفي كونتك هنا الدراري كيكون طلع لكم البازيك وهنا طلع لكم شحال ربحتو من الريفير داكشي كتربحو كيعطيو كيمكن لك تشوي دراوي من هنا. هنا عطينكم الممبرشيب واللعيبات ديال الويب سايت وهنا الجلوبال بارتنر ديالهم اللي منهم بايننس الدراري. هنا عطينكم كتبقاو تاخدو 5% ديال اليو اس دي تي و تي ار اكس ديلي كل 24 ساعة. سو مكتوبة تاخد راه تجي هاد البلاصة كتلقاها هنا و كتكليميها. هنا لو بغيتي تان في سي عطينك بزاف لعيبات تان في سي فيهم. كيفما تشوفو كل وحدة وشحال غتستيكي فيها فلوس بحال مدة 90 يوم وغتأرن عليها 20% وغتصلاح باليو اس دي تي والمينيموم هو 10 على 10 USDT كنظن. هادي نفس البلان حتى هي وكاينين حتى ديال تي ار اكس اللي هما هادو. هادي المينيموم هو 99 تي ار اكس، مدة 90 يوم كضرب عليها قولو 14%. صافي هدا مكان الشباب كنظن كلشي راه باين. ملي كتبغي ديبوزي راه تجي هنا تدير ديبوزيت باش تختار هاد البازيك اكونت تجي هنايا غنشونجيوها باليو اس بالتي ار اكس صافي وكدير كوبي الادريس وتجي هنا للواليد ديالك ديال تي ار سي 20 كدير ساند بحال هاكا ونيكس نكتبو ليهم 20 صافي ونديرو ساند ساين ونتسناهم يوصلوهم. واحد الحاجه الدراري ضروريه ملي كتصيفط الفلوس خصك ضروري تورك على هادي باش يتزادوك في الموقع. هاي غتبان لكم تزادت هنايا ولا عندنا 21 صراحه ما عرفتش علاش داك الواحد تزادت. صافي هي 20 ملي كتبان تشوف دراوي راه ايزي ويزي تجي هنايا تتخليها بازيك وكتشونجي اليو اس دي تي بالتي ار اكس. المهم الدراري ملي كتبان تشوف دراوي ايزي ويزي كتكتب هنايا واحد اللي هي دايره تبقى تاخذو كل نهار. هنا غتدخل لادريس الواليد ديالك ديال تي ار سي 20 كيفما تشوف معانا وفي هاد البلاصة كتدخل الباسورد بحال هاكا صافي كتورك على هاد اللعيبة تتشوي دراوي. المهم الدراري غنوريكم واحد البلان اللي ديجا كنروح منو انا بزاف اللي هو ديال الريفيرال كيفما تشوفو هنايا. عطينكم يعني الى صيفطتي الخمسة تلاتة الدراري وانفيتا زعما حطو اليو اس دي تي راه غتربح عليهم حتى 5 هنايا 10 15 USDT ويا غادا نفس البلان مع هادشي. شرح لكم بلان ديال البروجي واللعيبات كيفاش تربح منو تا هو ومكافأة شهرية وهنا عدد أعضاء الفريق واللعيبات. سو داي كلشي راه باين.
انا بقول لكم الكونت ديالي الثاني باش تاكدوا. ويت ندخل الكونت الثاني. بحال هكا نجيو هنايا البلاصه اللي غتعرفوا البروفيت ليست ديالها هو. نديرو بحال هكا الشباب اجبان لكم هنايا فين هي اللي هادو ديجا تزادو. بحال دابا هذا الدراري كاش اوت هادي ودراويشا غير هاد الصباح هذا هيا غتبان لكم هنايا. ودراويشا غير نسيت الدراري من البلاند ديال الريفير سو دريم كنت انفيتي بنادم راه كتربح عليه كاع دير فيهم كاش اوت رابحهم. عندك هادي فيها 8 يو اس دي تي هادي 1.8 هادي تاهي 8.11 واحد وحدة ديجا ربحت فيها شي 15 تقريبا نوري لكم جاية. هاي غتبان لكم الدراري 16.24 اللي ديجا خرج شغل من هاد السيت من البلان ديال الريفيرال. سو الدراري نوريكم واحد البلان ديجا ربحت دابا واحد تي ار اكس ملي تسجلت بالكونت الاخر بالريفيرال ديال هاد الاكونت. عطاوني واحد تي ار اكس حيت الكونت الاخر غنبقى ناخد ديلي واحد تي ار اكس. مكتبوش ودراو هاد الدراري تجي بحال هكا نقلبوها من هاد التانية هادي وهنا غنقلبو تي ار اكس حيت حنا ربحنا تي ار اكس. هاي غتجبر لكم هنا واحد هنا غنكتبو واحد اللي هي واحد تي ار اكس هنا ديجا داخل الواليت ديالنا وغنديرو بحال هكا وهو دراوي. هاي غتجبر لكم هاد الدراري ودراوات وتنقصات من عندنا من هنا. ملي غنجيو نشوفو تي ار اكس غتجبر انا يا ريفريشي وغتجبر لكم تزيد شي حبة هاي وليت تسعود. هاي هنا يعجب لكم حبة ديال تي ار اكس. سو دراري الويب سايت من ناحية الود دراو راه مكاينش المشكل مي بحال هاد بحال هاد السيتات راك تعرف شو قشر الدراري يجمعو الحصيرة. سو قبل ما تانفيستي قرا البروجي مزيان حاول تفهم تحمل مسؤوليتك راك فاهم برو. نتمنى مكونش طولت عليكم الدراري فيديو خفيف ظريف تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وبيس. شايف فين كامشي دبر طفو من مي فيتاي شوف لو ويكي داير غالي على جيفانشي كروس اقليك كيد كيفاخ كيسي تشيكي دارشي دبر طفو من مي فيتاي شوف لو ويكي داير غالي على جيفانشي كيبير باقي نينو ورا مفيسكي لابتي سانفير.